شكرا أستاذي الكريم. أتمنى أو أرجو أن تستفيد الطالبة من هذه الهدايا التي ليس لها ثمن في الحقيقة، لأنها ستثري الأطروحة وتخلصها من كثير من الشوائب لترتقي إلى مستوى الجامعة إن شاء الله. وأحيل الكلمة إلى نفسي. أنا سأبدأ من الأخير. بعد العمل بشكل عام يعني يدل على اجتهاد الطالبة، على محاولاتها للالتزام بكثير من القضايا العلمية في لغتها وفي منهجها وفي تقسيماتها وفي تحليلاتها، ولكن أحياناً يهرب الخيط من يديها، وهذا شيء طبيعي. كل إنسان يركب لابد وأن يسقط مرة أو اثنين أو ثلاثة. ألاحظ غياب كثير من المصادر والمراجع المهمة لدراستك. أذكر منها مثلاً كتاب البديع لابن المعتز، وأنت تكلمت على المحسنات والتحسينات البديعية على رأسها التجنيس أو الجناس وغيرها. كذلك كتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفر، ولو عدت إليه لفهمت القضية الانسجام أو التلاؤم بين القافية والوزن، بين اللفظ والمعنى، بين الموسيقى الداخلية والخيال. كل هذا لفهمته جيدا لأنه فصل القول في هذه الرباعية، اللفظ والمعنى والوزن والقافية وكيف تتناسب فيما بينها. غائب هو أيضا كتاب الخصائص لابن جني، وتكلم كثير على الأخوة الصوتية في الجزء الثاني، علاقة الراء باللام، علاقة الهمزة بالعين، كل هذه يعني الحروف اللي تخرج من مخرج واحد لها تقريب صفات نفسها وممكن تتحول في وظيفتها خلال التشكيل اللغوي، لم تعود إلى الخصائص. كذلك حازم القرطاجني يعني صال وجال خاصة في البحور، وصف البحور، كل بحر له صفة معينة عنده. مثلا البحر الرجز يقول فيه كزازة، فيه كزازة، ونظم قصيدته الكبيرة المقصورة على هذا النوع تحديا لما يشعر بصعوبته، أو جريانا على مدرسة العجاز، لأن مدرسة العجاز هي اللي فتحت الباب واسعا أمام تقصيد الرجز. كان الرجز عند العرب بيت أو بيتين فقط، كان هو حمار حمار الشعر أو حمار حمار البحور، حمار عفوا، ولكن هو استطاع أن يطوعه ويمد إلى نفس طويل جدا، حيث بلغت قصيدته 1006 أبيات كلها على بحر الرجز. وتكلم عن المتدارك، تكلم عن المجتث، كل واحد عنده طبيعة، على البسيط، على فيعني حبذا لو عدت إليها لاستفدت كثيرا. وأنت استفدت يعني من كثير من القضايا، مثلا في تحديد مصطلحاتك أعجبني ذلك، أنك تبنيت العدول مثلا من غير الانزياح لك. وأذكر هنا نكتة قلت الأستاذ بحوش كان زميلي، لما اخترت يا أستاذ الانزياح وتركت العدول؟ قال لي لأن في الانزياح شعرية والعدول لا يحمل هذه الشعرية، كأنه في نوع من القسوة أو نوع من الجدية أو نوع من هذا، لذلك تركته واخترت عمل انزياحات البحتوري، الانزياح في شعر البحتوري. كذلك كتاب خصائص الأسلوب للشوقيات عبد الهادي طرابلسي، وهو أبو الأسلوبية التطبيقية، يعني لو قرأتيه لاستفدت كثيرا. في المقدمة يشرح كثير من القضايا وطوع كثير من الظواهر البلاغية للدراسة أو للمنهج الأسلوبي كما يحلو لكثير من هناك. أيضا كتاب حديث لبعض المغاربة، حركية البديع في الخطاب الشعري، حركية البديع في الخطاب الشعري لأحمد محمد ويس، من التحسين إلى التكوين. لو قرأت هذا الكتاب
لغيرت نظرتك نحو البديع، لأن البديع هضم حقه في الحقيقة انطلاقا من خطأ فهم ابن المعتز في كتابه البديع. هو ابن المعتز قسم الكتاب قسمين، قسم سماه البديع وفيه الاستعارة والجناس والطباق ومذهب الكلام كما كلامي والتصدير، والقسم الثاني عنده عنوان آخر اسمه محاسن الشعر والكلام، وفهم خطأ على أنه محسنات خارجية، لكن هو صورة للبلاغة أو مكون طبيعي في أي نص من النصوص، وهذا ما ظهر في حديثك عن التجنيس، كأنه زخرفة خارجية. هذا بالنسبة للمصادر والمراجع. الآن أعود إلى بعض الملاحظات، مثلا روحي للصفحة 60، بعض الملاحظات اللي أنا أقصد كثير من الملاحظات لأن الزملاء سبقوني إليها. 60، صفحة 60، السطر الأول الثاني الثالث من فوق، اقرأي لي. كالعافية، هذا قول أحمد بن حنبل، صفحة 60. صفحة 60، واحد اثنين ثلاثة، السطر الثالث من فوق. كالعافية للبدن وكالسمن للدنيا. لا، وكالشمس للدنيا، مش السمن، السمن. أنا قريتها السمن. رجعت حتى لمصدر الأصل. لا. وبقيت حيرة وش معناها الكلمة. قول أحمد بن حنبل في أستاذه في الشافعي، قول هو كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا، يعني فوائد كثيرة. فوائد صحية، نعم. الشافعي أنا تمنيت هو من مما يدخل في أدب الفقهاء. الإمام الفقيه الشاعر أو الفقيه الشاعر، لم أرى أثرا الفقه على الشعر. ثم أنت أوردتي ولولا الشعر بالشعراء يزري، أنا أحفظها ولولا الشعر بالعلماء يزري، هو عالم وليس بشاعر. نعم، أنت أخطأتي، يمكن اعتمدتي شي مرجع فيه خطأ، لكن أنا أحفظها ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد. أنا أحس تمنيت أنه أنت في، راح نتكلم لك هنا في الصفحة، مانيش عارفة وين صفحة، لم تقدمي صورة واضحة ودقيقة عن الديوان، خليتي هكذا مبتور. تمنيت لو حاولتي ولكن لم تتكلمي عن عدد القصائد، لم تقدميه بصورة دقيقة، لم تتكلمي عن نوع المقطعات هذه، وأشكرك على مقطعات ولم تقولي مقطوعة، لأن حازم يحدد لنا القصائد والمقطعات، هكذا ولدت مقطعة، لكن سمعتك قبل حين تقولي القصيدة بعدد أبياتها أو بكم، هذا ليس صحيح، لأن حازم صحح المسار، صحح المفهومات، قال القصيدة ليست بعددها، القصيدة ببنيتها، والمقطعة ليست بعددها، ببنيتها، قد تكون مقطعة لها فيها 20 بيتاً. وعودي إلى حازم، فهو يشرح هذه النقاط بدقة متناهية. تمنيت لو قدمت صورة متكاملة عن الديوان، عن موضوعات وعن أغراض وعن، لأن الشافعي أنا يبدو لي طبيب اجتماعي، طبيب اجتماعي حاول أن يصلح المجتمع ما أمكنه ذلك، خاصة في كل القضايا الاجتماعية. نعم، وهذا شيء جميل يعني، وسنلتقي في مكان آخر. راح نقفز على كثير من الأمور. روحي لي 91، صفحة 91. هنا يعني ملاحظة ممكن تأخذي بها ما تأخذيش بها، لكن أتمنى أن تأخذي بها، هو أن الإحالة إلى القرآن في الهامش هي منهجية معمول بها، ولكن الأحسن أن يكون في المتن تكريما له. نعم، في يعني أنا همشته في الأسفل، ولكن فيما بعد تبين أن القرآن الكريم يعلو ولا يعلى عليه، فلذلك ننزله ننزه بعض المواضع جاوزت، بمعنى ذكرت الصورة والآية
في المتن مرتين. نعم مر علي هذا. روحي للصفحة أحسن في المتن، يكون في المتن أحسن. هي صحيحة منهجيا ولكن في المتن أحسن. الجداول سبقني إليها الأساتذة، فقط أعيد الكلام ليتقرر في ذهنك. الجداول صماء في أغلبها وغير مرقمة، وهذا ليس مقبول من باحث يلتزم المنهجية العلمية قدر الإمكان. يعني نزهي نفسك عن هذه الأخطاء البسيطة. 140 غياب الروابط المنهجية. غياب الروابط المنهجية كثيرا في رسالتك. وش معنى غياب الروابط؟ جيبي لي عنوان المبحث الثالث، التشكيل الصوتي بين التوازن والتكرار وأثره في المعنى، والمطلب التجنيس ودلالته. ما فيش تقديم، لازم تمهيد يقدم الموضوع ثم يفرع. لكن تعملي لي زوج عناوين والكلام اللي تحته لمن يعود؟ يعود للأول ولا للثاني؟ هذا اسمه الرابط المنهجي، وظن الأستاذة أشارت إليه سابقا عدة مرات. فقط نروح لشيء آخر. 144 تكلمتي على تراب الرابية. تراب الرابية قلتي جناس مستوفى بين تربي الربا، فتربي بمعنى تزيد، وهي فعل، في حين الربا الأماكن المرتفعة حيث يكون زرعها وزهرها أكثر جمالا. قلت لك بل أكثر خصوبة. لو عدت إلى المعجم، والباحث لازم يلتزم بمعجم، أكثر خصوبة وليس جمالا، لأن تراب الرابية فيه خثورة. وهذا يعني أخذته من المتنبي حين يقول: أين أزمعت أي هذا الهمام، نحن نبت الربا وأنت الغمام. كيف صور نفسه نبت الربا؟ لماذا؟ لبحثت في الموضوع، لقيت لأن الرابية فيها خثورة وفيها خصوبة وفيها ارتفاع، لارتفاع مكانته بين الشعراء، فكل حاجة عندها رمزية. تمنيت لو عدت إلى ذلك. فقط سجلي الموضوع وعودي إليه فيما 145-146 ترك المصادر والتعويل على المراجع، وهذه أشار إليها الأستاذ. ترك المصادر والتعويل على المرجع، وهذا يعني في حالة واحدة يسمح لك، في حالة واحدة يسمح لك، إذا كان المرجع غائبا تماما من الساحة الثقافية فتعودي إلى العنعنة، أما والأمر موجود فيعاب عليك ذلك. 149 150 شروحي لي 150 وين 150 رحت هكذا 150 140 مش عارفة واش نلقى 150 تروحي بالانتهاء. هذه ظاهرة عندك أنك تستعملي الأنبوشة أو تستعملي خلاصة الفصل أو خلاصة المبحث، تستعمليها ولكن بطريقة غير محسوسة. قلت لك هنايا عبارات توحي بالانتهاء، توحي بالانتهاء لكن لا أحس بأنك انتهيتي. مثلا تقولي: مثل التصريع بمختلف أنواع السمة أسلوبي، وهكذا لو كان تضيفي وهكذا أو مما سبق تكوني في الخلاصة، لكن تدخلي للخلاصة من غير إشعار، وهذا يبدو لي نقص في الخلاصة. لا تقول وهكذا فقط، تدخل في الخلاصة أو مما سبق، نخلص إلى، نخلص في النهاية إلى، هكذا عبارات تدل على النهاية. 165 روحي لي 165 تستعملي كثير من قبل العلماء، من قبل العلماء، اهتمام العلماء مباشرة مش من قبل العلماء، هذه تكررت كثير وهذه أسلوب غير عربي. وش قلت أنا الصفحة؟ 165 على الصفحة بين الكتب السنة، هنا 168 روحي 68 خلينا 168 إيه. قلتي مورفيم التنكير لغاية التعظيم والتمجيد، يكثر هذا النوع في الأسلوب في قصائد. المفروض تحدديها الدراسة العلمية، تحدديها
في الديوان في الإحالة، أنظر المقطعة كذا كذا كذا، رقم كذا، أو قصيدة كذا كذا، كتحدديها لأنه دراسة مضبوطة ودقيقة، مش الكلام العام، وهذا عندك كثير كلام عام، وعندك شوية حشو لازم تراجعي المذكرة باه تتنزه من هذه الأخطاء، وهي جميلة في معظمها. عندك ظاهرة أيضاً 168، تأتي الأبيات في غياب، تأتي الدراسة في غياب الأبيات، تتكلمي عن الدراسة والأبيات مش موجودة. سألون الصفحة 168، شوفي لي 68. تتكلمي على الأبيات في غيابها. هاي السنة الأبيات هي الأولى. وين هي الأبيات؟ بعد هذا الكلام 168. 162. 162. هنا المتتبع لهذا التصوير 68. تكررت كثير الظاهرة، مش مرة واحدة لقيتها، أنك تتكلمي على أشياء في ذهنك لكن مش موجودة في الأوراق، في ذهنك تعلقي عليها، نفتش نفتش ما نلقاهاش، هذه لازم تنتبهي تنتبهي لها. روحي ل 178، خلينا نختصروا 178. قبل 144 عندك ظاهرة غريبة، أنك تجيبي بعض الأبيات من هنا وهنا وهنا مختلفة وتحطيهم وراء بعض، لكن لا تفرقي بينهم بنقاط معينة حتى يشعر القارئ أن هذا البيت من قصيدة وهذا البيت من قصيدة. أنا الذي نبهني هو البحور، لما تذكري هذا من البحر الطويل وهذا من البحر الوافر وهذا من لا، الطريقة العلمية هي أنك تعملي فاصل نقاط بين كل بيت وبيت، لأنها ليست من مكان واحد، وأحيانا تسكتي عن الإحالة، ما تحيليش في الأسفل، متكررة عدة مرات هذه الظاهرة. هذه قلتها خلاص، احسب لي أنا تسهلت شوية، معليش أنا يا سائس كذيب ولا فقط راح نروح لك للقضية، وين راح نلقاها دوك الصفحة. تسعة وسبعين. طبعا قبلها شوية الاستعارة، تكلمتي على الاستعارة المكنية وبدأت فيها، أنا أقول لك ما المصور الذي جعلك تبدأين بالاستعارة ولا تبدأين بالتشبيه؟ هل لديك مصور منهجي؟ فقط أريد أن أفهم. الاستعارة أستاذة تؤدي المعنى أو توصل الفهم أكثر من التشبيه وغيره من الصور. لا، هل رجعتي إلى مثلا قضية التواتر أكثر؟ ولذلك وهي متواترة أكثر، التواتر أكثر لأنه التشبيه هو له الأولوية لأنها هي تشبيه حذف أحد طرفين، تبدأي بالتشبيه ثم الاستعارة، لكن رأيتك بدأت بالاستعارة ثم ثنيتي بالتشبيه. متواترة بشكل كبير. إذا كان هنا عندك ما أشعرتيناش بذلك نظرا لتواترها أو تكون ظاهرة بارزة، ولذلك سأبدأ بها، هذا يكون لك تصوير منهجي. ثم أنت اشتغلتي على التشخيص والتجسيم، تجسيم طبعا آلية الاستعارة وخاصة في الاستعارة المكنية أنها تشتغل على التشخيص، وقلت هي أبلغ من التشبيه، لما هي أبلغ من التشبيه؟ هل عندك جواب؟ قلت الاستعارة أبلغ من التشبيه، معلش أنا أقول لك الاستعارة أبلغ من التشبيه فعلا، يعني عند العلماء علماء البلاغة. لماذا؟ لأن الاستعارة تستغني عن الإثنينية أو عن الطرفين، هي تشتغل مع طرف واحد، استعارة تصريحية طرف واحد تصريح بالمشبه به، استعارة مكنية حذفت المشبه به وأبقت ما يدل عليه، خلاص لأنها فيها نوع من الاتحاد بين طرفين، وبالتالي هي أقرب إلى الإيجاز وأقرب إلى التكثيف وأقرب إلى الإيحاء وأقرب إلى التصوير، لأنها تشرك البصر
ولذلك تكون هي أبلغ من التشبيه. التشبيه هو إشعار بأن صفة فلان طرف شارك طرفا آخر، هذا هو. نعم، في صفة أو صفتين أو 277. قلت قال الإمام الشافعي البسيط: أنا أراه مجزوء البسيط، أنا لست يعني متخصصة في العروض، ولكن أحسست بأنه ليس بسيط عادي. والشمس لو وقفت في الفلك لملها الناس من عجم ومن عرب. سقطت كلمة من البيت. وش من كلمة؟ والشمس لو وقفت في الفلك كاين كلمة ساقطة. دائمة وقفت، صح كلمة. لذلك قلت كنا لعلها من مجزوء البسيط، لأنه ما جاوش معايا تقطيع رباعي ثلاثي في جهة أخرى. روحي ل روحي في البنية السطحية الاستعارية تمثلت في الشمس واقفة. هو ما قالش الشمس واقفة، قال لو وقفت. امتناع الامتناع، ما وقفتش هي. انت قلتي هي واقفة، لا ليست واقفة، ما وقفتش. طبعا موضوعات كثيرة يلح عليها الشافعي، وخاصة في قضية توصيتنا بالسفر، وهو فعلا تعرض إلى هذا، وكان رحالة، كان رحالة إلى اليمن، إلى مصر، إلى العراق، إلى، ولذلك أوصانا، قلنا سافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وأدب وصحبة ماجد. دائما في أبيات كثيرة في هذا المجال. خليني نروح لموضوع آخر، التشخيص تكلمنا عليه، في المعنويات القوى الحسية. فقط فكرة فقط نقولها وننهي. الصورة الرابعة، اقرأي 281. الصورة الاستعارية الرابعة تمثلت في استعارة تمثيلية تجسيدية. صورة واحدة عملتها ظاهرة، وثم أنك لم تتكلمي شيئا، لم تقدمي الاستعارة التمثيلية. ما هي؟ هل كانت في مثل مثلا؟ هل كانت في تركيب شعري؟ ما فهمت والو. يعني حالة وحيدة ونادرة. أنثر درا بين سارحة البهم وأنظم منثورا لراعية الغنم. حتى يعني الشرح لم تتوصلي إلى حقيقة هذه التمثيلية، يعني في الاستعارة. الاستعارة التمثيلية تشبه التشبيه التمثيلي في تركيبها. اشرحي لي الآن وش فهمتي من هذا البيت. وكأنه الشافعي يريد أن يقول: هل إذا أعطينا الذهب إلى البهم هو نفس، إذا أعطينا العلم إلى الجهال يشابه إذا أعطينا الآلة إلى البهائم؟ يعني هذا لا يستفيد وهذا لا يستفيد، هذا تماثل بين. إذن هناك جزئيات، هناك طرف أول، هناك طرف ثاني، هناك جزئيات متعالقة، وبالتالي ما شرحتهاش بصورة جيدة، لأنك لم تعودي إلى مصادر ومراجع تشرح لك الاستعارة التمثيلية، وبالتالي اجتهدتي اجتهادا شخصيا، ولذلك قصرتي في الوصول إلى الموضوع. نعم، صورة أولى وصورة ثانية، وتكثر أكثر. وهذه فكرة نتاع العلم، هذه يعني أنا وجدتها في كتب كثيرة: العلم لا يعطى إلا لمن يطلبه، وهي واضحة تماما عند الشافعي. نعم، لأنه هو أول ما زار مصر واحد ما أقبل عليه، حتى قال أبيات شعرية. كيف لا يكون الشعر مهم، وكيف لا يكون الشعر له وظيفة، وهو الذي جلب إليه الرواد وجلب إليه المريدين إن صح التعبير. فالشعر مهم جدا وفيه فائدة، وتمنيت لو بينتنا مسحة الفقه على الشعر، لأنه عنده أبيات يقول فيها: ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. هذه الأبدال وهذا الترك أعتقد هو قاعدة فقهية. إذا حبيتي تقتلي سلعة اتركيها، هو قاعدة فقهية. لما أتبين ولو بصمة واحدة في أثر الفقه على شعر الشافعي، فقط راح نوصل إلى التشبيه. روحي ل 289.
واش قلتي أداة الكاف تشبيه قديم بين عنصرين مختلفين في الشكل، إلى أن قلتي في مكان آخر، يعني الفكرة ما زالت في ذهني لكن ما لقيتهاش هنا، أنه الأدوات القديمة ها هي هنا في التسعين. روحي لي فوق الأبيات، شفتي الأبيات تاع وأدي الزكاة؟ نعم. أها فوقها سطرين، وقراي لي بينما أغفل الشاعر أدواته التشبيهية القديمة وأحل محلها. قلت لك هل هناك تقسيم لأدوات التشبيه على أساس القدم والحدثة؟ ما كانش تقسيمات. لقيتها في كتاب السابق. لا يستحيل، ما فينا لا أدوات لا قديمة لا جديدة، عندنا الأدوات الكاف وعندنا كأن وعندنا مثل وعندنا الأفعال وعندنا المفعول المطلق، هذه هي أدوات التشبيه، وإذا اختلفت الأداة اختلفت الدلالة. أنت لم تشعري إياها. الكاف أضعف رابط تشبيهي، بينما كأن أبلغ أداة في ربط الطرفين. بقيت لي فقط فكرة تاع الاحتذاء. الاحتذاء لما رجعتي من القداس الآن فقط أقولها سفوية. عدت إلى الجرجاني وربطت بين الاحتذاء والأسلوب. صحيح تقولي هو النظم، ولكن الجرجاني بنظرية النظم أو بالنظم كما يحلو للقدامى أن يسمونه حاول أن يوقف سيل السرقات، يوقف سيل السرقات ولا يظلم الشعراء الذين يأخذون من بعضهم البعض بعض الألفاظ. ولذلك لو قرأت البيتين يمثل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعاً هذا الجهد الذي تقدمت به الطالبة وقام الأساتذة أعضاء هذه اللجنة الموقرة بمناقشته، طبعا لقد سمعنا كل ما قاله الأساتذة الكرام في هذا البحث، وكل بحث هو جهد بشري، والجهد البشري دائما يعتبره النقص أيا كان صاحب هذا الجهد. اللهم إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك: كلكم يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا المقام، وأشار إلى قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فأيا كان هذا البحث ف
فهو يعني مهما كانت مزاياه فهو لا بد أن يعتبره النقص من هنا ومن هناك، يعتبره النقص في منهجه وفي لغته وفي طبعا ما توصل إليه من نتائج. الملاحظات التي أزداها إليك الأساتذة الكرام مشكورين كانت وجيهة وكانت صائبة وكانت في كثير منها تمس جوهر هذا البحث، فضلا عن بعض الملاحظات التي كانت طبعا تناقش الجوانب اللغوية والأخطاء التي وقعت فيها. طبعا الأساتذة كما لا يخفى على الحضور الكريم كلهم متخصصون كل في مجاله. طبعا الأستاذ الدكتور عمر الأحسن طبعا متخصص في مجال الأسلوبية، درس الأسلوبية في النص الأدبي القديم في النص الشعري القديم وتخصص فيه وترجم نصوص في الأسلوبية إلى اللغة العربية من الشعر العربي القديم، وكنا نطالع مقالاته وترجماته في المجلات العلمية المتخصصة داخل الجزائر وخارجها كمجلة التواصل ومجلة الأدب العالمي ومجلة وغيرها، مجلات في سوريا وغيرها. كذلك الأستاذة زرقين متخصصة في البلاغة العربية، وطبعا أنت يعني تعاقب عليك هذه الثلة من الدرس البلاغي القديم والدرس الأسلوبي الحديث. درس الأسلوب الحديث كما ذكرت مع الأستاذ الحسن، وكذلك مع الأستاذ عبد الرحمن جودي الذي درس الأسلوبية لدى الأستاذ سيد قطب رحمه الله في ظلال القرآن. وطبعا أنت يعني هذا كله ثراء وإثراء لبحثك، إثراء لبحثك. كذلك الأستاذة الفاضلة الأستاذة وردة بويران طبعا درست النص الأسلوبي التراثي القديم في رسالتها للماجستير وفي الدكتوراه، فطبعا هذا كله يعني يجعل هذا اللجنة لجنة متخصصة، لجنة يعني لها آثارها وبصماتها في هذا البحث من خلال كما قال لك